السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذه الفيديو هنتحدث حول كلية تجارة من الكليات اللي بتاخد من تخصص أدبي ولا تخصص علمي. حاجة كتير جدا بيستفسر، هل كلية تجارة بتاخد من أدبي ولا بتاخد من علمي؟ والحين الاستفسار ده بيكون بسبب ان في ناس بتكون حابة انها تقدم على هذا التخصص وما بتكونش عارفة هل هو بياخد من تخصص أدبي فقط ام علمي فقط. في الحقيقة هتلاحظ ان كلية تجارة واحدة من اهم واكبر الكليات اللي بتكون منتشرة داخل العديد من الجامعات في الوطن العربي، ولذلك من المهم جدا تعرف ان كلية تجارة هي واحدة من الكليات اللي بتقبل من تخصصين، الادبي والعلمي. طبعا كلية تجارة بتشتمل على العديد من الاقسام زي قسم ادارة الاعمال والاقتصاد والمحاسبة الى اخره، ولذلك ستجد انها مفتوحة التقديم امام كل من القسمين سواء القسم الادبي ام القسم العلمي، بل على العكس بتستفاد من ده وبتستفاد من ده علشان يكون لديها رصيد من المختصين بالعلوم الرياضية مثلا في علم الإحصاء، وهو إحدى العلوم اللي يتم تدريسها داخل كلية التجارة، وهتلاحظ أنه يجب أن يكون لديك خلفية رياضية. كذلك قسم المحاسبة واحد من الأقسام اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على أن يكون لديك نوع من أنواع التعامل الرياضي. نعم لا يوجد فيها معادلات زي ما أوضحنا في فيديوهات سابقة، ولكن من المهم جدا أنك تعرف أنك من المهم أن يكون عندك الرياضيات المايند سيت أو تأثير الرياضيات حتى تكون لديك فهم ليها بشكل أوسع. كذلك ايضا هتجد ان مادة زي ادارة الاعمال الى اخره كلها بتعتمد على وجود ان انت خريج قسم ادبي او قسم علمي تقبل من القسمين. لكن من المهم جدا لحضرتك او حضرتك انك تعرفي ان الدخول لكلية تجارة من قسم ادبي قد يكون اسهل من قسم علمي، وده طبعا بيعتمد على فكرة التنسيق، نظرا لان التنسيق قد يكون للقسم الادبي ليها معدل والقسم العلمي ليها معدل، ولنقل على سبيل المثال وليس الاقرار، مثلا كلية تجارة في احدى السنوات للقسم الادبي تجد انها 80% القبول فيها، في القسم العلمي قد تجدها 90% او 95%. والحقيقة ان ده بسبب ان كتير جدا من الكليات العلمية زي مثلا ما يلحقش هندسة، ما يلحقش حاسبات ومعلومات، لا يلحق كليات علمية، لا يلحق طب، لا يلحق صيدلة، يقولك انا خلاص انا هدخل كلية التجارة علشان اتميز فيها واتجه الى هذا المجال، فبينزل المجموع الى المجموعات الكبيرة جدا، فبيقتصر وجود التنسيق بتاعها بشكل صعب على الكليات العلمية. ولذلك لو حضرتك من البداية حابب ومهتم بدخول كلية التجارة، ان تراعي جيدا فكرة انها قد تكون من الاقسام الادبية اسهل في فكرة دخولها من الاقسام العلمية، ولكن كلية التجارة مرة اخرى بتقبل من القسم الادبي وبتقبل من القسم العلمي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات يشرفني الرد عليها في التعليقات او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.